شكرا عليك هشام وعلى كل السادة المشاهدين. احنا هنا دلوقتي موجودين بداخل غرفة العمليات التابعة لمحافظة دمياط، وبنتشرف بوجود السيدة منال عوض محافظ دمياط. بتشرف بحضرتك جدا يا فندم. اهلا بيك. ممكن حضرتك تكلمينا عن سير العملية الانتخابية والاستعدادات اللي كانت موجودة؟ احنا النهارده دي غرفه العمليات، غرفه العمليات دي بتبقى موجود فيها كل الجهات اللي مسؤوله عن العمليه الانتخابيه. طبعا بالنسبه للجان، اللجان كلها بدات النهارده في الميعاد المحدد ليها الساعه 9 كلها كانت كامله. سير العمليه الانتخابيه ماشيه بانتظام، في بس بعض القرى امبارح كانت تعرضت لامطار. النهارده الحمد لله الدنيا اتصلحت، يعني احنا بعتنا عربيات شفط هناك امبارح وعشان الناس يعني نسهل على الناس انها توصل لمقر الانتخابي ليها. الإجراءات الاحترازية احنا واخدناها في كل اللجان، عندنا بوابات للتعقيم، عندنا كمامات للجان من غير كمامات، عملنا في الأحواش بتاعة المدارس مسافات بين الكراسي عشان لو في الانتظار للناخبين. كمان في اللي هو الكرسي لذوي الاحتياجات الخاصة. كمان احنا بنمر على اللجان كلها علشان خاطر لو في اي مخلفات حوالين المدارس بنشيلها، بننظف عمليه النظافه للمدارس، هو تطهير يومي بعد العمليه الانتخابيه ما بتخلص بنطهر. وان شاء الله النهارده الجو احسن ونقدر النهارده نسبه التصويت تعلى شويه عن امبارح. حضرتك ممكن تعرفينا يعني او تعرفي طبعا الساده المشاهدين والناخبين ما هي اهميه مجلس النواب او البرلمان بالنسبه للمواطن الدمياطي؟ احنا بنشوف مشروعات كتير بتحصل في كل حته، مدينه دمياط فيها عدد كبير جدا من المشروعات التنميه والتطوير. قد ايه وجود برلمان الناس اللي اختارته بنفسها وركزت مين المرشح اللي هي بتدي له صوتها، ده ممكن يكون بيساعد حضرتك وبيساعد جميع الساده المحافظين والمسؤولين في كل مكان على تقديم خدمه افضل المواطن وكمان تطوير مدينته بشكل أكبر؟ هو طبعا احنا بنقول للمواطنين كلهم لازم ينزلوا يختاروا النائب اللي يتكلم بصوتهم، هو النائب هو صوت المواطن ليا اللي بيوصل لي صوت المواطن. فطبعا احنا بننزل وبنتواجد في الشارع مع الناس وكله، بس طبعا النواب بيبقى ليهم تواجد اكتر في الشارع لان دي بتبقى عائلتهم وعشيرتهم وناسهم. فكل نائب مسؤول عن منطقه معينه، هو بيوصل لي احتياجات المواطن اللي موجود ده، وبيساعد برضه يوصل المواطن اللي الدوله بتعمل ايه. يعني احنا لو عندنا مشروع معين والمواطن مش قادر يفهم احنا بنصرف الفلوس دي في المشروع ده ليه او بنعمله ليه، هو بيقدر يوصل المواطنين الدور ده اللي بتقوم بيه الحكومه، وفي نفس الوقت برضه بيوصل لي انا طلبات المواطنين. وطبعا بيساعدنا برضه في ان احنا نكمل البنيه التحتيه للمحافظه، بيساعدنا بيتكلم باسم المحافظه في البرلمان والقوانين والتشريعات اللي تخص محافظتنا، لان كل محافظه ليها طبعا طبيعه خاصه، فكل محافظه بتحتاج قوانين تخص البيئه بتاعتها. احنا مثلا هنا كمحافظه دمياط عندنا الاساس، عندنا الصيد، فدول يعني مجالين اتنين بيشتغلوا فيها كل ابناء دمياط. هو ممكن بنشرع قوانين مخصوصه للصيادين، بنشرع قوانين لصناع الاساس، فهو بيبقى صوتنا في البرلمان.